معنا من بورت السودان مفدنا جابر منصور. جابر أهلا بك، انقل لنا الصورة وعمليات الإجلاء التي تستمر حتى اليوم. نعم، ما زلنا في مدينة بورت السودان، وهي بطبيعة الحال يعني التركيز هنا يعني يتجه صوب المساعدات الإنسانية التي تصل مدينة بورت السودان. ربما بعد قليل من الآن أو اللحظات القادمة تهبط طائرة إماراتية تحمل مساعدات إنسانية طبية وغذائية ومتعلقة بالجانب الصحي بشكل ربما كبير. هذه هي الثانية من نوعها، كانت قبل أيام هبطت طائرة إماراتية أخرى وتحمل 15 طنا من المساعدات الإنسانية. تأتي هذه المساعدات ضمن يعني الجهود العربية التي تقوم بها كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت. كانت قد وصلت أعداد مقدرة من المساعدات الإنسانية إلى مطار بورت السودان، وهي بطبيعة الحال في طريقها إلى مدن أخرى، خاصة مدينة ود مدني التي هي بطبيعة الحال قريبة من الخرطوم ومن المناطق المتأثرة بهذا الربع. ما يتعلق بعملية الإجلاء هنا، توقفت على الجانب البحري بشكل محدد خلال اليومين الماضيين عمليات الإجراء. آخر عملية إجلاء كانت إلى المملكة العربية السعودية في رحلتين عسكريتين سعوديتين حملت 450 شخصا من دولة اليمن. ما تبقى من الرعايا الأجانب يندرج تحت دائرة يعني رعايا من بنغلاديش واليمن وسوريا وكذلك من نيجيريا. هي هذه أعداد ربما بشكل أو آخر كبيرة وموجودة في مراكز للإيواء هنا وتضغط ربما نعم جابر، إذن مستمرة عمليات إيصال المساعدات إلى بورت السودان لإدخالها إلى مختلف المناطق السودانية مع استمرار الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني لأكثر من أسبوعين. كان معنا من بورت السودان مفدنا جابر منصور، شكرا لك جابر.